بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متابعي الكرام، تلامذتي الأعزاء. في هذا الفيديو القصير الموجز أرسل من هذا المنبر تحية إلى جميع التلاميذ والمتابعين الأوفياء، ونتمنى لهم التوفيق جميعا. كما أرسل من خلال هذا الفيديو تحية خاصة للتلاميذ ثانوية سعد بن أبي وقاص بثانوية الونزة بولاية تبسح. هذه الثانوية التي كان لي الشرف أن ألتقي بأستاذتهم الفاضلة، أستاذتهم المحترمة، الأستاذة مراح نور الهدى. أستاذة كانت تقريبا تدرس هنا في ولاية أدرار بولايتي، يعني في إطار إتمام الماستر إلى آخره. كان لي الشرف أن ألتقيها مع الدكتور العزيز على قلبي كثيرا، وهو أستاذي الذي درسني، الأستاذ كنتاوي محمد. فارتأيت فقط في هذا الفيديو أن أرسل هذه التحية لكم جميعا، وخاصة تلاميذ ثانوية سعد بن أبي وقاص بالونزة بولاية تبسة، الأستاذة مراح نور الهدى. أشكرها على هذه الزيارة التي كانت زيارة تحفيزية، زيارة تثقيفية، وأتمنى لكم التوفيق جميعا. كما أجدد الشكر لأستاذي الفاضل الأستاذ كنتاوي محمد على ما أجاد به وأفاد حتى وصلنا إلى ما نحن عليه. نلتقي إن شاء الله في فيديوهات أخرى. تقبلوا تحياتي جميعا، سنة أولى ثانوي، سنة ثانية ثانوي، سنة ثالثة ثانوي، وكل متابعين الأوفياء. أتمنى لي ولكم التوفيق. إن أصبنا دائما في هذه المعلومات التي نقدمها من خلال هذه القناة، إن أصبنا فمن الله وحده، فالتوفيق من الله وحده، وإن أخطأنا فمن أنفسنا ومن الشيطان، ونستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وهنا يحضرني قول الشاعر: قل للأحبة في الأعماق ذكراكم، يمضي الزمان ودمع العين يهواكم، وفي القلوب بذور من محبتكم، قد أنبتت زهرا والخلد مثواكم، فيا نسيم الصبا بلغ تحيتنا، وقل لهم أبشروا فالله يرعاكم، فأنتم شرف ينير مجلسنا، وكنتم ترفا والله أغناكم، بالعلم ترقون للعلا أبدا، وبالذي تطمحون فيه إن شاء الله لقياكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.